ما تأخريش. تمر بحاجة سعادتك؟ لا متشكر، أنا مستني ناس هنطلب لما يجوا إن شاء الله. تحت أمرك. شكرا. ازيك يا حلمي؟ ازيك يا أنسة يا أماني؟ بابا اللواء حسنين المصري. أهلا وسهلا، ازيك يا سعادة اللواء؟ فرصة عظيمة ليا وشرف إني قابلت حضرتك يعني. أهلا يا حلمي. متشكر يا فندم. اتفضل استريح، اتفضل. إيه يا أنسة أماني، وحضرتك مش هتقعدي معانا؟ لا بصراحة أنا عندي مشوار هنا قريب، هخلصه وأرجع على طول. طب اتفضلي، اتفضلي. بعد إذنكم. اتفضلي. اتفضلي. أنا الفندم، شرفتني. عمر يا فندم. تشرب إيه يا باشا؟ شاي. شاي بالنعناع لو سمحت. طب خليهم اتنين بقى وحياتك. تعالى يا فندم. أصل أنا كمان يا باشا عايز الشاي والنعناع ده قوي يعني زي سعادتك كده. عموما دي بداية كويسة، على الأقل يبقى في حاجة مشتركة بيني وبينك يا حربي. ده شرف ليا يا باشا. شوف يا حربي يا ابني، أي اتنين تقوم بينهم علاقة أو يدور بينهم حوار لازم يبقى في حاجات مشتركة بينهم وبين بعض، كده ولا إيه؟ طبعًا يا باشا، أكيد. ويا ترى بقى إيه الحاجات المشتركة اللي بينك وبين أماني بنتي؟ أفندم؟ سؤالي واضح وصريح، ممكن تجاوبني عليه ولا صعب؟ لا يا باشا وماله، طبعا طبعا تحت امره. وانا مستني الاجابه. اتفضل. شكرا. اي خدمه غالي يا هواد؟ شكرا. شكرا يا حبيبي، شكرا. لقيت الاجابه ولا لسه بتدور يا حرب؟ شوف يا باشا، أنا هكلم سعادتك كده بصراحة من غير لف ولا دوران زي ما سعادتك قلت. أنا أول مرة قابلت الأنسة أماني فيها كنت في القسم عند أكرم بابن سعادتك. يوميها كنت مضروب ومتبهدل وكانت حالتي حالة. زي ما تقول كده يعني إيه، صعبت على الأنسة أماني وعملت عني حوار في الجورنال اللي هي بتشتغل فيه. وبعدين؟ وبعدين يا باشا يعني اتقابلنا بعدها كذا مرة، وطبعاً وقتها ما كانش في أي حاجة مشتركة بينا خالص. هي طبعا بنت ناس وبنت اصول ومن عيله كبيره، وانا يعني بس اللي حصل بعد كده بقى ان احنا يعني اتقابلنا كذا مره وكده وبتاع، ويعني زي ما تقول سعادتك يعني ان احنا ارتحنا لبعض. تفتكر يا حربي ان مجرد الارتياح ممكن يبقى اساس متين لعلاقه بين اتنين مفيش بينهم وبين بعض اي حاجه مشتركه زي انت ما قلت؟ وليه لا يا باشا؟ الارتياح والتفاهم دول اساس متين لاي علاقه بين اتنين. والمستوى الاجتماعي الثقافي الاصل والعيله كل دول مالهمش عندك اي اعتبار؟ عارف يا باشا، والله والله العظيم عارف ان الانسه اماني نجمه في السماء بعيد عني، واديني بحاول يعني على قد ما اقدر ان انا اقرب لمستواها. بتحاول تقرب ازاي يعني؟ بعمل المستحيل يا باشا، بشتغل بايديا واسناني عشان احسن مستواي، وانا دلوقتي الحمد لله ظروفي اتحسنت، ما بقتش حربي بتاع زمان. حربي عاوز أقول لك حاجة مهمة جدا، عمل الإنسان وتاريخه محسوبين عليه يا ابني. ده كلام أكرم باشا مش كلام سعادتك. للأسف أكرم بيه مصر يشوفني من جنب واحد بس.
من غير ما تزعل مني يا حربي، أكرم عنده حق. أنت في النهاية اتحكم عليك واتسجنت وبقيت مسجل خطر. أنا كنت بدافع عن كرامة أمي اللي ربتني ضد واحد مسجل خطر يا أبو مفتري. تفتكر إن المجتمع والناس ممكن ينسوا حاجة زي كده؟ وليه لا يا باشا؟ لا، صعب. صعب يا حربي. في حاجات في الدنيا دي صعب قوي إنها تتغير. صعب يا باشا، لكن مش مستحيل. شوف يا حربي يا ابني، أنت شاب ذكي وصريح، وده اللي عاجبني فيك. عشان كده أنا هتكلم معاك بمنتهى الصراحة، من غير لف ولا دوران، زي ما أنت اتكلمت بالظبط. عاوز أقول لك حاجة مهمة. الصعب عندي ممكن يبقى مستحيل عند غيري. قصدي سعادتك أكرم بيه؟ مش بس أكرم. يا حربي يا ابني، إحنا عايشين في وسط مجتمع، وسط الناس، ورأي الناس يهمنا جدا. بس أنا يا باشا دلوقتي معايا فلوس، معايا فلوس كتيرة قوي، واللي معاه فلوس الناس بتبص له باحترام. تبص له آه، لكن باحترام دي مشكوك فيها يا حربي. يعني يا باشا اللي ما يتولدش غني وبقه معلقة ذهب ومن عيلة كبيرة، يفضل طول عمره محكوم عليه عيشة أقل من غيره؟ أنا ما قلتش كده يا حربي. كلام سعادتك معناه كده. يبقى ما فهمتنيش يا حربي. اسمع يا ابني، الإنسان لما بيعجب بحد وبيفكر يرتبط بيه لازم يحسبها كويس، ويحسب أثر العلاقة دي على الإنسان اللي بيحبه. لأن الواحد إذا فكر في مصلحته هو بس من غير ما يفكر في مصلحة الآخرين، يبقى إنسان أناني ما بيراعيش مصالح الغير، وخصوصاً الناس اللي بيعزهم. حرب يا ابني، الإنسان ساعات بيضحي بحاجات كتير قوي في سبيل مصلحة الإنسان اللي بيحبه، ده إذا كان فعلاً بيحبه. قصدي سعادتك إيه؟ أنت فاهم قصدي كويس قوي. اسمع يا حربي، إذا كنت بتعز أماني فعلاً وخايف على مصلحتها، ابعد عنها خالص. مفيش داعي تعلقها في حبال دايبة. عيش حياتك يا ابني، وسيبها هي كمان تعيش حياتها مع أهلها وناسها. وأرجوك، الكلام اللي بينا ده أماني ما تعرفش عنه حاجة. كويس، سكوتك ده هعتبره علامة الرضا، وإنك موافق إنه يفضل سر بيننا وبين بعض. أنا كده خلصت كل كلامي، تقدر تكمل شايك. عن إذنك. يا بابا عملت ايه مع حرب؟ كل خير يا بنتي. يعني ايه كل خير؟ طب قولي على الاقل ايه رايك فيه؟ متهيألي من الصعب ان الواحد يحكم على انسان من اول قعده يقعدها معاه. طب على الاقل انطباعك الاول. الكلام ده ما ينفعش هنا، نروح البيت وهناك نتكلم براحتنا. يلا. بعدين يا باشا، احنا هنفضل مستنيين كده لحد امتى؟ لحد ما عزيز بيه يتاكد ان العيون بعدت عننا خالص، واول ما يتصل بينا ويدينا الضوء الاخضر لازم نبقى جاهزين. ساعتها يا عدلي عايزك تتصل بحرب وزين عشان يبتدوا الشغل على طول. يا باشا انا جاهز وتحت امرك في اي وقت. على فكره عدلي، انت في اي اتصال بينك وبين عزيز بيه؟ انا؟ لا طبعا. وانا اتصل بعزيز بيه ليه يعني؟ بعدين انا شغلي مع سعادتك، انما عزيز بيه ده انا اتصل بيه ليه؟ يعني يكون هو اتصل بيك عايز منك حاجه، انت اتصلت بيه بتقول له حاجه، اي حاجه كده. لا بتاتا يا باشا، بس احب اعرف بقى سعادتك بتسال ليه؟ ابدا، ما انت عارفني يا اخي، انا ساعات في اسئله غريبه كده تطقف نفوخي. ما تحطش في دماغك. المهم اول ما عزيز بيه يدينا الضوء الاخضر لازم نتحرك على طول. ميسا، أنا في عميل عندي له مستندات عند عدلي ومستعد يدفع لي فيها مبلغ كبير لو أنا أخدتها وديتها له. مستندات؟ مستندات إيه؟ مش
مهم. المهم ان العميل ده هيدفع لي مبلغ كبير قوي لو جبت له المستندات. ملايين يا ميسه، ملايين. ايه صلاح؟ انت اللي بتقول الكلام ده؟ فين المبادئ والقيم اللي كنت بتتكلم عنها زمان؟ كان زمان. الدنيا علمتني ان الواحد لو ما خدش باله من نفسه مش حد ياخد باله منه. وبعدين عدلي هو اللي ابتدى بالشر مش احنا. قوليلي يا ميسة، هو عدلي بيشيل المستندات المهمة بتاعته فين؟ في مكتبه اللي في وسط البلد؟ لا، بيخاف عليها عشان الرجل كتيرة هناك. امال بيشيلها فين؟ في خزنته، في أوضة المكتب، في الفيلا اللي احنا عايشين فيها. طب والمفتاح؟ دايما معايا. ما تقدرش تاخدي؟ صلاح، انت ناوي على ايه؟ ميسة، عدلي هو اللي دمر حياتنا، خدنا من بعض، وانا بصراحة ناوي اشربه من نفس الكاس اللي شربنا منها زمان. صلاح، اللي انت بتفكر فيه ده صعب، صعبة قوي. ميسة، دي فرصتنا، فرصتنا ننتقم من عدلي، نرجع أحلامنا اللي عشنا طول عمرنا نحلمها ودي عدلي خطفها من إيدينا. حرام يعني، ربنا يبعت لنا الفرصة مرة ونضيعها، ولما يبعتها تاني نضيعها تاني. حرام. طيب أنا مطلوب مني أعمل إيه؟